ورجعنا لكم بعد الفاصل، وزي ما اتكلمنا مع ضيفنا حسن محمد عن مبادرة كتابة اجمعنا، هنتكلم بقى عن المواجهات اللي هتواجهها الفترة الجاية دور النشر والمبادرات بما ان عودة الكورونا وفترة كورونا. حسن كلمنا، كورونا هترجع تاني، رجع تاني بموجة تانية، فيحصل ربنا يستر يعني زي ما اعلن مجلس الوزراء ان المحلات تقفل الساعة 10 وتقريبا الساعة 11، ويكون في اجراءات احترازيه اكتر، والمنشات السياحيه تتقفل برضو بعد ميعاد معين. المنشات الحكوميه اي حد مش هيلبس كمامه هيبقى غرامه 4000 جنيه. شايف الموضوع ده هيواجه وهيأثر ازاي على معرض الكتاب الجاي والكتب؟ هيبقى الموضوع صعب جدا طبعا، لان كتاب كتير جدا مستنيين معرض الكتاب اللي جاي بالذات. فرق الصبر صح جدا، انا واحد منهم والله. وانا كمان بصراحه كلنا مستنيين معرض الكتاب اللي جاي، فهتبقى يعني كارثه كبيره لو المعرض ده اتلغى. احنا يعني كنا بنقول اللي على امل يبقى فيه اجراءات، على امل هيكون فيه اجراءات احترازيه طبعا. تمام، لكن ان شاء الله مش هيتلغي، في ناس كتير مستنيه. هيكون ليك ديوان او كتاب ليك خاص ليك في المعرض؟ لا بصراحه انا ما كنتش متفرغ خالص للناس، في الناس طبعا. اعمل انا ما كنتش متفرغ ان انا اعمل اي كتب ليا خالص. كل الكتب اللي عملتها كان 3 كتب، كتابين خواطر مجمعه وكان كتاب للقصص. ده هيتنشر مع دار ايه؟ ده هتشرب مع دار الروائع. الروائع في معرض الكتاب الجاي ان شاء الله. ان شاء الله. طب هيبقى ايه شعورك لو المعرض لا قدر الله لا قدر الله اتلغى؟ هتبقى طبعا شعور احباط جامد جدا، يعني احباط ده اول مره تشاركوا فيه. طبعا. وكمان دي هتكون يعني اول بدايه طبعا للمبادره في شهر 4، شاركنا في معرض في شهر 1، في طبعا بدايه جميله جدا لينا، فان حوار ان المعرض يتلغى فده هيبقى احباط مش لينا مش لينا مش للمبادره الوحيده، كمان المبادرات كتير جدا والناس اللي مشاركه في الكتب. ده انا عن نفسي انا كنت بشارك، المفروض اعمل روايه اللي هي عالم الجحيم، المفروض اشارك في معرض كتاب اللي هو في شهر 4 بتاع الاسكندريه. للاسف المعرض اتلغى، جت كورونا نقلوه في شهر 10، كانت ايه الطبعه خلصت بقى والدار قفل وحرسل البلاوي. فعملت الكتاب التاني اللي جاي ان شاء الله هيتعمل في المعرض الجاي. يبقى لو اتلغى يبقى هو السبب يا جماعه، لو اتلغى يبقى انا السبب، انا اللي قفلت المعارض. بعد النشر الالكتروني ازاي قدرت تتعاقد مع دور نشر بقى؟ يعني ازاي سهل لك الموضوع؟ كان واجهت مشكله طبعا كبيره، اتكلمت مع اكتر من دور نشر، لكن المشكله في دور النشر انا طبعا لسه جديد في موضوع النشر وكده، فعايز حد يتكلم معايا ويفهمني. ما لقيتش كده يعني، لقيت اللي هم نبعت الكتابات اللي احنا عايزينها على الجيميل بتاع الدار وهم هيراجعوا عليه، وانا حد يفهمني، حد يتكلم معايا، حد مسؤول من الدار يجي يتكلم معايا، افهم الدنيا ماشيه ازاي في الدار، الكتب هيبقى ايه، افهم. بس وصلت لهم ازاي بقى؟ انا وصلت لهم ازاي، انا طبعا كلمت دار روائع وبرده رد علي نفس الرد في الاول، هو بعت لنا على الجيميل وكده، قلت لهم ماشي، طب ما فيش اي مسؤول اتكلم معاه، قالت لنا ممكن الدكتوره هبه هتاخد رقمك وتتواصل مع حضرتك. ودي كانت طبعا اول مره اتواصل مع حد من دار، كانت الدكتوره هبه اللي ماسكه فرع روائع في الجيزه. تمام. فحاجه كويسه جدا، اتكلمت معاها، قعدنا نتكلم اكتر من ساعه، فهمتني كل حاجه. الوحيده تقريبا اللي هي يعتبر كانت مصدر دعم ليا بالنسبه للكتب الورقيه. تمام. اتكلمت معايا وفهمتني نظام الدار، نظام النشر الورقي، نظام المشاركه في معرض الكتاب، نظام النشر هيبقى ازاي وكده، وازاي اختار الناس اللي انا هشارك بيهم في الكتب. كانت ساعدتك في كل ده؟ في كل ده طبعا. هي ليها الفضل طبعا بعد ربنا، سبتك خبره الموضوع. كنت انا داخل لسه ايه، عايز لسه اول مره تكسب خبره في الموضوع. فهي ساعدتني جدا، حتى لما رحت عشان امضي عقد اول كتاب خالص. تمام. فهي قعدت تتكلم معايا بالنسبه لعدد الطبعات، وازاي هنوصل الطبعات هتوصل للكتاب، ازاي هتخلص، امتى الطبعات، هنختار الغلاف ازاي، التنسيق هيبقى ازاي. اتكلمت معاها في كل حاجه. وفهمتك كله؟ فهمتني كل حاجه طبعا. يعني هنعرض الكتب اللي انت طبعتها ورقيا مع دار الروائع، وكلمنا عن كل كتاب ازاي قسمت فيه، ازاي جمعته. هنعرض الكتاب ده، كتاب مهموم ناثر. ده كتاب خواطر مجمع. ايه الاسم؟ الاسم مركب كده غريب شويه. الاسم مركب شويه، مهموم ناثر. شفنا اكتر خواطر كلها يعني هم بالظبط كده، اكتر الخواطر حزن وكآبة، فاحنا عايزين اسم يكون ماشي مع المحتوى. وناثر دي بقى ايه اللي جابها ناثر؟ مهموم ناثر، احنا حاولنا نجيب اسم واحد للكتاب، لكن بالنسبه لان الكتاب اكتر ناثر مش خواطر، مش كتابات قصيره يعني، اكتر ناثر، فلقينا الاسم ده افضل اسم للكتاب. مهموم ناثر جايه منه صح. كلمنا طيب كم عدد اللي اشتركوا في الكتاب؟
عدد اللي اشتركوا في الكتاب في اول كتاب خالص كان في حدود 21 شخص. ومهموم ناصر ده كم واحد اشترك فيه؟ مهموم ناصر ده كان حقق اكبر عدد اشتراكات، كان 24 شخص. فيه كم واحد كم خاطره لكل واحد مثلا؟ كم خاطره؟ 8 خواطر لكل واحد. 8 10 خواطر لكل واحد. الكتاب كم صفحه؟ الكتاب كم صفحه؟ الكتاب الاول عمل 130 صفحه. تمام. والكتاب الثاني لسه هبلغ بعدد صفحات النهارده، انا رايح بعد الحلقه على طول رايح للفرع. تمام. فهيبلغ بعدد صفحات بكل التفاصيل لسه. طب الكتاب يعني كل واحد بياخد كم صفحه في الكتابه؟ من 8 ل 10 صفحات برضو من كل خاطره. في كتاب لو الخاطره قصيره فبنحط خاطرتين في صفحه. خاطرتين في كل واحد 8 صفح. على حسب بقى طول الخاطره وطول النثر يعني. 8 في العشر بس اعلى كده. ما هي بس اعلى، لان زي ما قلت لك في خواطر بتبقى قصيره جدا، قصيره جدا، فما ينفعش ثلاثه مع بعض او اربعه. بالظبط كده، ده اللي بيحصل. نشوف الكتاب اللي بعديه ونتكلم عنه. ما وراء القدر. القدر اسم جميل. الكتب كتاب القصص المجمعه طبعا. ما وراء القدر احنا اخترنا اسم لان طبعا القصص كل يعني محتوى مش شبه، مش قريب من بعض. فاخترنا اسم يكون ماشي، الاسم مفتوح. ما يبقاش ما يقولش على محتوى الكتاب قوي، اسم يشد الناس. ما هو وراء القدر؟ ايه اللي وراء القدر بقى؟ حاجات كتير بقى زي ما قصص تحب، كتير بقى قصص بتبين كتير. كل ده. ده الكتاب ده برضه مشترك فيه 21 شخص. تمام. والقصص طبعا كلها قصص مش طويله، قصص قصيره في حدود 10 صفحات. تمام. بس لا المحتوى بتاع الكتاب ده جميل جدا بامانه يعني. طب كم واحد يعني 21 شخص، الكتاب بيتكلف كام؟ كل واحد بيدفع كام مثلا؟ كل واحد بيدفع كام؟ انا مقدر ان الاكتر الكتاب دلوقتي طلبه. صح. تمام. دي حاجه جميله، فدي لازم يعني نراعيها. نراعيها، لان انا برضو ما لقيتهاش لما جيت انا اطلب الموضوع ده. انت ككاتب فحاسب بالناس دول. صح. تمام. وانا كمان ان انا سني مقرب ليهم. فانا طبعا دول كلهم طلبه لسه، فمبالغ كبيره مش هتنفع معاهم دلوقتي. فالكتاب طبعا ساعدتني فيه دكتوره هبه في موضوع ان انا لسه موضوع المبلغ انه يكون بجوده عاليه ومبلغ يكون قليل. تمام. فالمبالغ اللي اخذتها من الكتاب كانت مبالغ رمزيه جدا، حتى هم يعني في ناس ما كانتش مصدقه موضوع الكتاب لان المبلغ قليل. فكانوا متفاجئين. متفاجئين طبعا، ودي كانت حاجه كويسه لينا برضو، حاجات تبقى في صالحنا ان احنا نعمل كتب وننزل بيها معرض الكتاب وتكون بسعر قليل علشان ندعم الكاتب بيها. تمام. فكنا موفرين كل حاجه للكاتب، يعني اي حاجه لازم تتوفر للكاتب في سنه زي ده من عشان دعم. تساعده. من دعم لازم يكون، لازم يلاقيها عندنا احنا. فكل حاجه من دعم كان الحمد لله يعني كان بيجي عندنا ومعانا على طول الحمد لله. نشوف الكتاب الثالث معانا، هواجيس. ايه؟ هواجيس ليل. ليل. شوفها بقى السريع. هواجيس ليل ده اول كتاب اتعمل ورقي، وده خلاص يعني هو طبعته تمت خلاص، والمفروض النهارده هاخد اول نسخه منه النهارده. بعد الحلقه. ايتك بقى كنت جبته معاك النهارده ان شاء الله. هواجيس مين اللي بيختار اللي هو الكتاب اللي ورا على الظهر اللي هو المقدمه؟ الكتاب اللي ورا ده، اللي هي الكتابات اللي ورا دي بنختارها احنا كلنا كلجنه. تمام. بنقعد نتكلم مع بعض. نفضل كل واحد يعني يبعت لنا اثنين نسر، كل واحد يبعت لنا مثلا خاطرتين او اثنين نسر يبين لنا احسن حاجه عنده. كده مع بعضيها فنشوفه كده احسن اثنين، ده دي هتمشي على ده، وبنشوف مع بعض يعني، وبنختار طبعا، بس بنختار حاجه يعني مميزه. لا بسم الله ما شاء الله جميل. انت اللي بتصمم الديزاين ده ولا الديزاين الخاص بالدار؟ الديزاين الاول بتاع الكتاب هواجيس ده خاص بالدار. الكتابين التانيين خاص بينا احنا. انتوا اللي عاملينه. جميل ما شاء الله. نشوف بقى اللي زي ما اتكلمنا في الفقره اللي فاتت عن قبل الفاصل عن اللي هي الكورسات. نشوف بقى راي الناس في الكورسات دي وقول لنا، نرد راي الناس في الكورسات. المهم الاخير انك اكيد لازم تسيبه ذكرى تكون معانا على طول. مبسوطه جدا بوجودي ده. واحده ولا كلمنا مين اللي بعت لك المسج؟ انا بعد ما بيخلص كل كورس لازم اخد اراء الناس، اذا كان في مشكله نحلها في الكورس اللي بعده. اذا كان اراء الناس تكون حلوه اوريها للليدر يتشجعوا اكتر للكورسات اللي بعدها. فاتفاجئنا طبعا اول كورس نعمله اتفاجئنا بالاراء طبعا. احنا قلنا اول كورس فلازم يكون في اخطاء، لازم يكون في حاجات هنصلحها في الكورسات اللي بعدها. انا طبعا الكورس عدى الحمد لله بطريقه جميله جدا، وكله كان عاجبه الكورس، وده اكتر حاجه خلت اسمنا موجود في موضوع المبادرات الكورسات اللي احنا عملناها. كانت كورسات طبعا مجانيه وكان بيحتاجها كتير من الكتاب. احنا اول كورس تقريبا عدده كان معدي 350 شخص ما شاء الله. اول كورس يعني انت الكورسات دي فين بقى؟ الكورسات دي احنا حاليا بنعملها اونلاين. بنعملها في جروبات واتساب. تمام.
الجرو طبعا عشان العدد ما يبقاش كبير بيتكون من 15 شخص تمام، معاهم ليدر وانا طبعا بكون في كل الجروبات بشرف عليهم. اذا كان في اي مشكله لازم انا اللي تابع، لازم انا اللي احل اي مشكله. مثلا اول يوم، اول يوم الكورس بياخدوه، فانا بعد اول يوم الكورس لازم بنزل على الستوري الناس عجبتها الكورس، اذا كان في اي مشكله اي رأيهم حاجه بيقولوا رأيهم بقى. ومين اسراء بقى اللي بيتكلموا يعني كلهم بيشكروا فيها؟ اسراء دي كانت ليدر معانا برضو، هي حاليا مش موجوده معانا بسبب الدراسه وهي مستأذنه مننا وكده، لكن احنا بنحاول نعوض يعني. معانا ليدر كتير، معانا ناس كتير محترمين، مش اسراء بس بصراحه، لا معانا ناس كتير قوي بنتشكر فيهم، اذا كان ليدر رغده او هدير او ليدر شاديه احمد، ناس كتير بصراحه بنتشكر فيهم. الاعمار السنيه بتاعتكم ايه؟ الاعمار السنيه كلنا شباب يعني، كلنا من كام لكام مثلا؟ من كام لكام؟ من 19 ل 26 سنه. ما شاء الله لسه شباب ما شاء الله يعني. كلكم شباب ما شاء الله عاملين حاجات جهد كبير ما شاء الله عليكم. الحمد لله. ايه طبيعه الكورسات انت كلمتنا عنها، ايه بقى خططك الجايه في الفتره الجايه يعني؟ انا حاليا برضو خططي اللي جايه، انا كنت عامل كورس الفتره دي برضو هيبدا ان شاء الله الجمعه اللي جايه تمام، الكورس مجاني وعامل برضو اعلى نسبه اشتراكات في الكورس، الكورس معدي 400 اشتراك طبعا ان شاء الله تمام. مجانيه كل الكورسات؟ الكورس مجاني طبعا، اذا كان في القصص او الخواطر او اول شعر تمام. الكورس بيبقى مدته 10 ايام ماشي، 10 ايام دول بنكونوا لمين فيهم كل حاجه، وبعد ال 10 ايام دول بيكون في اختبار. بعد الاختبار ده بنحدد منهم الناس اللي نجحت في الكورس. بيكون في شهادات بتقدمها؟ في شهادات طبعا، في شهادات. احنا لو توفر قدامنا فرصه ان نخلي الشهادات دي ورقيه قدامهم فهتقدموها اكيد طبعا، ده حاجه احنا بنتمناها، لكن حاليا الشهادات بتبقى الكترونيه، وبنعمل لهم الكتب الالكترونيه اذا كان مجانيه تمام جايزه. وساعات في برضه في كورسات فاتت عملنا هيشتركوا في كتاب ورقي بنص الثمن يعني، اذا كان مثلا بيدفعوا مبلغ رمزي هيدفعوا نص المبلغ الرمزي كمان، تولوا النص احنا بنتولى نص تاني طبعا. طب هل اللي بيقدم الكورسات دي متخصصين؟ طبعا. قبل ما يكونوا متخصصين احنا كان معانا متخصصين في كل المجالات تمام. لكن اذا كان شخص او اتنين فاحنا بنعمل ايه عشان نحاول نوفر عدد اكتر، بنجيب اشخاص زي ما قلت لك باختبارات تمام، بندربهم احنا بقى. المتخصصين دول بيقعدوا معاهم لوحدهم بدون شبه كورس مكثف ليهم هم ويختبروهم ويدوهم كورس اكتر من مره لحد وكمان لغايه ما يفهموا، ما يفهموا ويقعدوا يشرحوا قدامهم، حتى في اول مره مسكوا كورس كانوا هم معاهم يشوفوا هيمشوا الكورس ازاي، تعاملهم مع ناس هيبقى ازاي، لحد ما الحمد لله الكورسات كلها نجحت لحد دلوقتي ما شاء الله. شايف هتطور المبادرة الفترة الجاية ازاي؟ شايف هتطور المبادرة الفترة اللي جاية ازاي؟ انا ناوي ان شاء الله اعمل اللي جاي، اطور طبعا من الكورسات بتاعتنا تمام، هي موجودة على طول احنا بنعملها يعني، قللنا منها الفترة دي بسبب الدراسة تمام للاسف. لكن تقريبا بسبب فترة الكورونا فهنرجع نسوي كورسات تاني ان شاء الله باذن الله. انت فرحان انت الكورونا شكلك عشان راجعة؟ لا والله احنا فرصتنا يعني كنا يعني اكتر حاجة الناس بتحلم بيها انها معرض الكتاب اللي جاي. ده حلم، ده لازم ملايين. ففترة الكورونا دي ايه تأجل شوية. لا كمان دارات النشر بالذات عشان معرض الكتاب بيبقى اكبر معرض من اسكندرية كمان ومن المنصورة طبعا والساية، فدارات نشر كده هتخسر يعني، دارات نشر كتير بلاوي. كمان كتاب هيأسوا لان مش اول مره يعني، في كام مره كانوا مستنيين هم يطلعوا اتلغى. انا واحد منهم والله. فتره كورونا اللي فاتت كان في ناس كتيره اللي دار اسكندريه اتلغى، وقعدوا في ناس قعدوا 3 شهور او 4 شهور دخلوا على الكتابه يعني، دخلوا على الكتب بقى والقرايه والكلام ده كله. هل شايف الموضوع ده هيتكرر الفتره الجايه ولا؟ انا مش بتمنى طبعا الفتره الكورونا دي ترجع تاني، بتمنى الدنيا تمشي كويسه، لكن الفتره دي بصراحه هي الفتره اللي خلتنا نظهر. الناس طبعا اتجهت للقراءه، الكتابه والقراءه تمام في فتره الكورونا، واحنا ظهرنا في الفتره دي. الفتره دي ظهرنا فيها بقوه بقى. عملنا كورسات، استغلنا ان مفيش حد بقى شغال، فعملنا احنا كورسات مجانيه على طول، مسابقات، مشينا بقى في نظم الكتب الورقيه، كمان عملنا نظام الويب سايت ده للناس كتاب المقالات، عاملينها شبه مقال اخباري تمام، بنزعلنا برضو مقال اخباري، صحه، سياسه، اقتصاد، عاملين برضو ناس كتاب مقالات، اهتمينا بكتابه المقالات، بكتابه القصص والشعر والخواطر، اهتمينا بكل انواع الكتابه، لمينا بكل انواع الكتابه. انت شايف سنه 2020 سعيده عليك ولا حزينه؟ هي كانت حزينه على الكل، في حالات وفاه كتيره ويعني مش عايز اقول لك. هي كانت سنه، فانت شايف سعيده عليك ولا؟ طبعا انها لانها اول مره يعني الحاجه دي انا بحلم بيها من زمان. اول مره احققها وتنجح بالطريقه دي، ان انا فعلا تعبت على ما تنجح دي. انا كمان ده انبساط ليك جدا. انا ما قلت لك انا كنت في ثالثه ثانوي لسه برضه انت كده ضغط الدراسه وضغط الامتحانات. تعرف اقول لك على حاجه، انا في فتره الامتحانات دي انا كنت عامل كورس ما شاء الله، فكان الموضوع كان صعب ان انا انسق شويه. طبعا واجهت انتقادات كتير بالنسبه ان انا دراسه وكورس. هل الموضوع ده اثر على دراستك بقى ولا؟ جدا
يا نهار ابيض. اه والله موضوع الازم اصلا انا صدقت يعني الموضوع بدأ ينجح معايا، فانا استغليت الفرصه، ما اقدرش نسيت بقى الدراسه وقتها، اجلت الدراسه شويه. انا فتره شهر 3 و4 دي انا ما كنت بفتح كتاب تقريبا. يا نهار ابيض يا نهار ابيض. ثانويه عامه يا جماعه، ثانويه عامه، هي ثانويه عامه مش عارف هم مصعبينها ليه. احنا مش مصعبينها، مش مصعبينها تمام، بس أنا في ضغط نفسي على في ضغط نفسي كبير جدا. بالنسبه كمان فتره الدروس اللي كنا بناخدها دي وقفت، مفيش بقى فكره الاونلاين بصراحه لحد دلوقتي معانا، اذا كان في ثالث سنه او كده كانت فاشله عندنا، فاشله خالص. مش عايزين نقول نتكلم كتير في النقطه دي، النقطه دي باينه. هو التعليم الاونلاين في ناس، يعني انا ما بتكلمش عن حاجه، بس في ناس كتيره في الصعيد، الناس اللي هم في الارياف مش متوفر لهم انترنت اصلا. بالظبط، مش متوفر اللي هو الموضوع صعب عليهم ليهم، اللي هو الالكتروني او الكمبيوتر او يدخلوا اونلاين او الامتحانات. ممكن هم اصلا مش مدركين او مش فاهمين مصر اصلا. كمان في مصر مش مساعد خالص، النت مش مساعد. انا بدخل مثلا على موقع او ويب سايت او اي حاجه والله بقى اتشل عشان يفتح. ايوه فعلا والله بيحصل معانا كتير يعني كده. والله يعني التجربه ان شاء الله ان شاء الله تتحسن، وان شاء الله كورونا ما ترجعش عشان التعليم الاونلاين ما يرجعش باذن الله. معرض الكتاب ده اهم حاجه. اتكلمنا النشر الالكتروني، ازاي قدرت توفر المواهب بفكره النشر الالكتروني، انك توصلهم الفكره ويوافقوا عليها. يوافقوا عليها. احنا طبعا ما لو انا كنت عرضت الفكره ان هي تبقى باسعار رمزيه حتى، انا كده بتقل على الكاتب اكتر. ليه؟ لان احنا فتره كورونا وفتره كل حاجه واقفه، اصلا اسعار رمزيه دي ساعتها هتكون صعبه عليهم كمان. فعملناها مجانيه، واحنا طبعا تعبنا فيها طبعا، لكن كانت برضو حاجه تتحسب لنا قدامهم، لان كنا عاملين كورسات مجانيه وكمان هدايا شهادات وكتب مجانيه، فالموضوع عجبهم. وكمان هم ناس كتير اصلا قالت انها تدخل تجرب الكورسات، فدخلت تجرب الكورسات. طبعا عجبها طبعا الكورس، ودخل يعني عندي اكتر من شخص دخل كورس واثنين وثلاثه، بس كل حاجه في مجال بقى، ومجال الخواطر، مجال القصه، مجال الشعر، وفي ناس دخلوا مجال الخواطر. ايه المجالات بقى اللي انتوا عملتوا عليها كورسات؟ يعني قولهم لي كده. الخواطر، يعني خواطر القصيره والكتابات النثريه، ده بتعلمهم يكتبوا. بنعلمهم يكتبوا طبعا. وكمان بنهتم بالاخطاء الاملائيه والترقيم. دي طبعا مشكله عند كتاب كتير، اخطاء الاملائيه والترقيم والهمزات وكل ده، كل ده كنا بندقق عليه برضه. تمام. وبالنسبه للقصص لمينا كل حاجه في القصص، اذا كانت قصص طويله البدايه والنهايه والوسط وكل ده، واذا كانت حبكه او كل ده، كل ده رميناه. وكمان شرحنا السكريبت كمان والسرد والكلام ده. كل ده عملناه. وبرده كان معاه برده تصحيح الاخطاء، وازاي يجي لك اصلا فكره انك تكتب قصه. كل ده كنا بنشرحه، يعني كل ده رميناه الحمد لله. ايه في مجالات ثانيه غير دي وعلم النفس؟ في مجالات تانية؟ هو كان المقالات وقناة اليوتيوب. فكرة قناة اليوتيوب اللي عملناها كانت جميلة جدا. ليه؟ عملنا عليها برامج. فالبرامج دي برضو ساعدت ناس كتير جدا. ازاي برامج زي ايه؟ برامج، عملنا برنامج مثلا، كان برنامج اسمه حكاية كتاب. كان اللي بتقدمه كانت تغريد حمادة. تمام. كانت بتتكلم عن مثلا تجيب كاتب معين مثلا بتتكلم عنه. بتستضيفه. مثلا شبه دكتور احمد خالد توفيق. تمام. اتكلمت عنه، مولده، عمل ايه، يعني ازاي ظهر، كلها. وازاي يحارب ان هو يوصل، كل الحاجات دي بتفيد الكتاب يعني. لا، وبتديهم امل يعني كتير. دكتور احمد خالد توفيق طبعا طبعا يعني قيمه وقامه ما حدش يقدر عنها. ده هو يعني الشباب، معظم الشباب الحالي بداوا يقروا ويكتبوا بسببه. الله يرحمه طبعا. بما اننا اتكلمنا عن الناس اللي توفت، فننعي الاستاذ الكبير والكاتب احمد يونس. لوفات والدته، ربنا يرحمها، ربنا يصبره ويصبر اهله ويصبر اهلهم جميعا. طبعا استاذ احمد يونس طبعاً من الكتاب الجميل جدا طبعاً. جدا في الرعب. محدش ما يعرفش احمد يونس طبعا. احمد يونس بدا الراديو طبعا. كان جميل جدا. بعد كده اتنقل لكتابه الوقاد يعني انا من اول ما كتب الوقات كنت مشارك معاه في معرض الكتاب. كان اول معرض ليه في 2017 16، كان زحمه، كان التنظيم كان لسه، هو ما كانش متوقع العدد اللي هي يعني ما حدش كان متوقع. لا، فوق ال 20,000 في معرض الكتاب. وزحمه، وكان حتى تعب في اليوم ده وراح المستشفى. دكتور احمد يونس معروف طبعا، حاجه ما شاء الله يعني. ما شاء الله عليهم، ما شاء الله. اتكلمنا عن نقطنا، هناخد فاصل نرتاح كده شويه ونرجع تاني. فاصل سريع ونرجع لكم بعد الفاصل، استنونا.